ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. برج العقرب هنتكلم النهارده على اهم الاشياء الساره المتعلقه بالنص الثاني لعام 2022. مبدئيا احنا عندنا هيكون في اشياء ساره عديده جدا ليها علاقه بالنص الثاني لعام 2022، لكن يا برج العقرب احنا خلينا نتكلم في البدايه كشكل نقاط، لان عندنا وقت هيكون مميز كتير جدا وهو المتعلق بشهر يوليو، وبالنسبه لنا كمان خلال شهر اكتوبر جدا جدا وشهر نوفمبر، اللي هي الفترات الخاصه بالشمس وجودها ببرج السرطان مع تاثير حركه الكواكب المتنقله ببرج السرطان سواء كوكب عطارد وكوكب الزهره، وذات الامر في برضو الشمس لما تكون موجودة عندك بيه خلال اللي هو آخر 10 أيام من شهر أكتوبر وشهر نوفمبر بالكامل، بالنسبة لك هيبقوا مليئين بيه الأشياء السارة جدا. لكن خلينا كده في البداية نتكلم على إيه الأشياء السارة دي، أو هي عبارة عن إيه، أو نقاطها ليها علاقة بأمور عاملة إزاي. مبدئيا هيكون عندنا في شراكات هتبقى مهمة جدا جدا، لكن انا هقول لكم على برضو بعض النصايح المتعلقه بيه، ان الشيء السار ده عشان يتم بنجاح فايه النصيحه المطلوبه في ذات الامر. انت بالنسبه لك هيكون عندك شراكات عديده متعلقه بالنص الثاني، لكن خلي بالكم من فكره توقيع العقود الخاصه بشراكات من حيث الشروط الجزائيه او البنود ايه هي. بمعنى مش كل الشراكات هتبقى بالنسبه لنا امور مش لطيفه، مش كل، لان اورانوس موجود ببرج انثى وده بيأثر كتير في هذا الامر يعني. فاحنا هيكون عندنا في اي نعم شراكات، ولكن انت مطلوب منك انك تشوف ممكن يبقى معاك شخص قانوني او شخص يبقى يضمن لك حقك من خلال المشاركه دي او من خلال العقود اللي انت ممكن تمضي عليها. فاذا احنا عندنا عقود، عندنا امور متعلقه بشراكات، عندنا بدايات، ده امر جيد كتير. بس النصيحة وضحتها لكم في ايه؟ من الشروط الجزائية والبنودة. هيبقى عندنا عروض كتيرة جدا جدا متعلقة بشراكات، لكن اختار اي شراكة تبقى افضل وانسب ليك. النقطة رقم 2 المتعلقة بالاشياء السارة، وهي الخروج من عدة ازمات متعلقة بالامور المهنية. برج العقرب انت داخل النص التاني بتتخبط بازمة وتخرج، بتتخبط وتخرج، بتتخبط وتخرج، لكن هيكون عندنا بنهاية النص التاني عامة هيكون بالفعل فيه خروج من عدة مأزق او جمع مأزق يعني، او ازمات هتبقى موجودة بالنسبة لك. فاذا في خروج من ازمات بشكل كتير لطيف وبشكل كتير جدي يعني. من الاخر بنيجي على خلال شهر نوفمبر بتبقى بتاخد نفسك فعليا، خاصة النص التاني من شهر نوفمبر هيبقى عندنا خروج من ازمات مهنية جدا، وخروج من ازمات متعلقة بامور قانونية او قضائية او امور تخص تعاملات مهنية. بمعنى ان ممكن يكون في تعاملات او اجراءات مهنية ما بين وما بين مثلا شركات، يعني الناس اللي بتشتغل فكرة العلاقات العامة او الحاجات اللي زي كده، هيبقى عندنا ان في مأزق حد حطينا فيه، فهيكون في خروج من هذا المأزق، زي تلاعب ممكن يدور حوالينا، لا عندنا خروج من التلاعب دي بسبب شخص بيحاول ان هو يتلاعب بيك، لا عندك خروج، او ان انت بتنتصر على هذا التلاعب يا برج العقرب. برج العقرب كمان من ضمن الامور المتعلقة بالاشياء السارة، وهي النجاحات المالية. يعني لو انت بتشتغل في حاجة ليها علاقة بمشروع خاص، او بتعمل حاجة خاصة بمشروع، او بعض الازمات المالية بالنسبة لك المتواجدة وبتحاول انك تستعيد قوتك المالية من تاني، فهيكون بالفعل عندك استرجاع قوة مالية، عندك ان انت بتقدر انك تقف على رجلك في الامر المالي. يعني تعثر مالي لا بيقابله نجاح، بيقابله خروج من أزمة مالية. فإذا الوضع المالي في تحسن بسبب إصرار وإرادة من شخص العقرب نفسه أو شخصية العقرب. بتحاولوا كتير تشتغلوا على نفسكم، بتحاولوا كتير إن أنتوا تخرجوا من الأزمة المالية، بتحاولوا كتير إن أنتوا لو عندكم مشروع جديد بتبدأوه فبتحاولوا إن أنتوا تجتهدوا فيه جدا جدا لأجل الكسب المالي. فإذا الوضع المالي هيبقى أحسن كتير من النص الأول. برضو الوضع الصحي، انت بالنسبة لك لما اجي اتكلم على النص التاني على الوضع الصحي، خليني ان انا ما احكي لكش عن شهر يونيو اللي هو شهر 6 اللي هو اول شهر من خلال النص التاني ليه 2022، لكن من شهر يوليو بالنسبة لك الوضع الصحي هيبقى افضل، في خروج من ازمات صحية. فاذا
في بعض الضغوط الصحية اللي لسه هتبقى مازالت بتقابلك خلال الفترة اللي ليها علاقة بشهر يونيو، لكن فيما بعد شهر يوليو هيبقى في خروج من أزمات صحية، في استشفاءات صحية، في بدايات متعلقة بالأمور الصحية، ما عدا شهر بالنسبة لك اللي هو بداية أكتوبر. يعني بداية شهر أكتوبر الوضع الصحي برضو ممكن يبقى فيه معاكسات، تمام؟ ما هو برضو زي ما بوضح لكم الأشياء السارة، بوضح النقاط اللي المفروض ان احنا نخلي بالنا منها ايه؟ يعني في النص كده احنا اتكلمنا على النصايح، ودي بتبقى كتير مهمة جدا جدا لاكتساب الأمور السارة أكثر. لكن زي ما قلت لكم اللي بيشتكي من امر صحي ببدايه دخول النص الثاني، فانت هيبقى من شهر يوليو في استشفاءات صحيه ليكم، ومن شهر نوفمبر برضه هيكون في استشفاءات صحيه اذا تعرضنا لوعكه من بدايات اول اكتوبر. طيب بالنسبه للامور اللي بعد كده او الدنيا اللي بعد كده من الاشياء الساره ايه؟ احنا هيكون عندنا غيرة وعداءات وامور شوية مش الطف حاجة، وكمان لان سبب تأثير زحل الموجود ببرج الدلو وده وضع معاكس بالنسبة لنا، فهيكون عندنا اجواء برضو ليها علاقة بضغوط شوية في الامور العائلية، والحاجة بتيجي بصعوبة. يعني بالنسبة لك ان انت تبقى بتحاول تجتهد اكتر، هتحس ان الجهد عليك جبار شوية، هتحس بصعوبة. طيب انت بالنسبة لك خلال النص التاني الامور الغيرة والعداءات دي انت بتنتصر عليها جدا وبتقدر عليها بصورة كتير قوية، وفي نفس الوقت الفترة اللي هي لحد يوم 28 يوليو هيكون عندك كتير مساعي وتصليح لكتير من الامور بسبب كوكب المشتري الموجود ببرج الحمل. ده هيأثر علينا جدا من حيث ان انت تبقى بتسعى اكثر ناحية ان انا اقدر على العداءات، ان انا اكون اقوى من اي شخص عدو بيحاول ان هو يقف قدامي او ان هو يأذيني او ان هو يتلاعب باموري الحياتية. النقطة التانية الامور بالنسبة لك اللي بتيجي بصعوبة او الخلافات العائلية والضغوط المهنية اللي بتقابلك، هيكون في مساعي كتير الى تصليح هذه الامور بشكل تام، تصليح امور مهنية، تصليح خطوات عائلية. يعني لما نيجي نتكلم على الوضع العائلي على شكل على حدة، فانت هيكون عندك بالفعل تصليح لامور عائلية، محاولة للقرب مع الاهل جدا، محاولة ان انت تبقى في وسط عزوتك وسط ناسك، محاولة ان انت تكبر عيلتك اكتر. يعني منكم كتير هيدخل في امور خاصة بخطوبة او زواج او ان عايز يعمل اساس او يعمل علاقة او يبني بيت، فاذا ده هيبقى موجود كتير. فبرج العقرب انتوا بتدوروا على تصليح امور بالنسبة لكم كانت معاكسة من ضغوط مهنية، ضغوط عائلية، ان الحاجة بالنسبة لك كانت بتيجي بصعوبة، فهتجتهد اكتر بانك تكون اكثر جهد، يعني تعمل جهد مبذول اكتر عشان تقدر ان انت تقدر على اي امر صعب. والامور الخاصة بعداءات او غيرة فانت كده كده هتقدر عليها، لانك انت شخص مشاكس جدا وبتحاول كتير ان انت تبقى اقوى من اعدائك، وبتحاول كتير ان انت اللي هو انت غيران مني، انت متضايق يعني، طب تعالى ضايقك اكتر، فده طبعك عامة. طيب برج العقرب من ضمن الامور برضو المتعلقة بالاشياء السارة هي ان انت هيبقى عندك كتير من الحركة، كتير من الاهتمام بالشكل، كتير من اهتمام بمظهرك. كتير منكم اللي هيكون مش حابب شكل جسمه او ان احنا عايزين نخس او نتخن او الجو ده، هتلاقيكم كتير بتميلوا الى الالعاب الرياضية، كتير منكم هيبقى بيلعب جيم، كتير هيبقى بيحاول ان هو يهتم بجسمه اكتر، يهتم بشكله اكتر، يهتم برشاقته اكتر، وده هيبقى عامل مساعد كتير للحالة النفسية. ما ننساش ان نبتون هيكون متواجد في برج الحوت، وبرضو ده بيأثر عليكم جدا تأثيرات ايجابية. اي نعم المشتري بيروح لبرج الحمل وبيرجع للحوت مرة تانية، فده بيأثر بالنسبة لنا على ان يبقى فيه كتير برضو من الايجابيات والمساندات. يعني عندك كتير مساندات من اكتر على فكرة الامور اللي هتقابلنا، ان بالفعل في اشخاص هيبقوا بيساندونا، لان برج العقرب انت بطبعك شخصية محبوبة او انت بطبعك شخصية محبوبة، فهيكون عندنا ان بعض الامور اللي ممكن نقع فيها هتلاقوا اشخاص هيبقوا داعمين كتير ليكم، بيقفوا معاكم جدا. هقول لكم برضو على نصيحة، بما ان بقى يعني ايه اللي هو مدام اتكلمنا بقى في عدة نصايح كده، انتوا هيكون عندكم كتير من الاشخاص المعجبين بيكم، وده من ضمن الاشياء السارة ان برج العقرب عندهم اشخاص كتير حابينهم وكتير معجبين بيهم وكتير عايزين يشيلوهم من على الارض شيل.
بس خلي بالكم كويس قوي من فكره ان يبقى في شخص طمعان فيكم طمع من نوع معين. خلي بالكم كتير سواء بقى التعامل على السوشيال ميديا وان مش عارفه ايه والجو اللي هو زي كده. طبعا انا يعني اوجه النصيحه دي للسن الصغير اللي طبعا بيبقى محتاج نصيحه ليها علاقه بهذا الامر. فاذا خلي بالكم كتير من الاشخاص الطمعانين في الجسد بمعنى اصح، فلازم تاخدوا بالكم كويس قوي، لان عندنا اشخاص اي نعم حابيننا جدا، معجبين بينا قوي قوي، احنا مثيرين كبرج العقرب بشكل كتير خطير لعده ابراج، لكن في نفس الوقت خلي بالكم لان في مطمع ليكم جدا، كونوا حذرين. عامة خلينا ان احنا نقف لحد هنا، ولكن احنا بالفعل عندنا اشياء سارة عديدة مع مطالبة ببعض النصايح اكيد. ما تنسوش اللايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل الجرس. سلام.